شين اسعد الله مساكم جميع او صباحكم. اول شيء كثر الله خير الناضج، هذا اول بدا. ثاني بدا يا رجال الحمد لله ان الناضج يقولكم حياكم الله على قله الكلافه، والحمد لله ثاني مره ان عشانا من الناضج وحياكم الله جميعا. لذلك طول الله يحييكم على العشاء على السهام. حياكم الله الناضج 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 قبايل والولد من ساكتين طول يوم. ماز دقيقه استنبط استنبط حكمه. الحكمه ان ثلاث دراهم تزوجك وتدبر امورك شغل كله. الحكمه انك تركب على سيدنا. حلو بس كف نفسك ولا تشيل الصندل. يا هلا يا هلا يا هلا. لا تشيل الصناديق ولا تردها، وان شلتها لا تردها. يا عيال خذ العيشه اللي معكم يا ريقي، جابوها حطوها هنا وخلوها. ولا كلهم. من اللي جابها؟ جايبها البيت. جرب مري. الناضج والله ونعم. بسم الله صح لسان قايلها. بسم الله قال المقوي في مده. فلاح يا فلاح ابن قرده حياك الله. عم فضل عم فطح. تعال ولا فاك. سجل سجل ارجع رحيم رحيم اقرب يا محمد اقرب. رح رح محمد يلا حي يلا حي. اجلسوا زين عشان عسى ياخذون كلهم. بسم الناضج يقول الله يحييك. على فوق هنا لبيك. امور طيبه امور طيبه امور والله طيبه. امور طيبه دبت ريدك هناك. امور طيبه تعدل يا تعدل تعدل زين زين زين. خلوا مناصر خلوا سموا باقي ابو ناصر. تعال تعال ابيك 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 ابيك. تعال تعال يا ريت ابيك. حلب تعال يا ريت. تعال في في مكان. تعال والله انت تجبر ناصر. انا قرب والله انت تجي. والله انت تجي والله يا طاري. حلف انت تجي. حلف اقول تعال تعال اقول تعال. كلم خشن هرب على الخير كثير. تعالوا باقي تعالوا تعالوا. يا ولد وين شاكل دب انا ما من شاكل. اجي زين اجي زين اجي زين. تعال تعرفنا. توسع توسع توسع. محمد والله شمري شمري. وسع وسع كذا وسع كذا عشان يجي. وسع وسع وسع. تعال انت قارب انت قارب. والله انت تجي والله انت تجي. حلف 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 ايديكم 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 بطلال. والله انت تجي والله انت والله انت تجي والله والله لا قوم والله لا قوم والله لا قوم والله لا قوم والله انت تجي. انا حازم بالله انا حازم بالله يا اخوي انا حازم بالله. ها اي والله بس انا عشان بقيت خلاص. يا انت يا انت سمي يقول الناضج سمو. لا الله يجيكم. بسم الله يكثر خيرهم ويجود عليهم. الله يجود عليهم. يا الله الله يجيب احمد يا لبي ابشر. رضيك في القبر رضيك في القبر يا عبودي. توسع توسع يا الربع يا عبودي يا قرب علي يا عويس. لا ما ما ها ما صح ما من نوم. اعطيك ما قاسي ما من نوم. جاي تقول جاي ما فهمنا شيء. هذا الحين معتمدين بالخفجي. سلمت اسمه أود بعد مرة طلقة. الله يجود عليكم. مشروب غازي عند غازي خليك مشروب. السلام مشروب غازي عند غازي. أسعدك يا شيخ. الله. أنت دائما تقول بقى عبارات كذا. الله يهبي ويهبلك من أصيد واجد. أنتوا الحين ما عندكم ما. عين أنظاري أبدا ما يحمس. الحين ما في مرق عندكم أنتوا صح؟ ها؟ إيه ما تعترفون بدال؟ كل مايكاتكم مقفلة؟ إيه. لا. يا فضيحة سلمنا. ها؟ ليه؟ أنا هو أحد. ليه؟ ها؟ والله عديت والله.
تعشى بدره ولد كله بالعيازتكم من قبل يجون من قبل يجون هم جاء عن قبل يجون أدخل قبل ذاك النهار والله بعد ذاك النهار كارت يا رجل شاري حمس وقف فين بكى يا ولد قفلوا قفلوا سبيس ولقيتهم كاتبين في التاج السباب حمد خمسه اي يقول تفتح سبيسات كل خمس دقائق سبيس 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 تك تك سبيس هذاك والله فلاح هذا والله انت هذا والله انت هذاك والله فلاح السلام عليكم شلونكم بتويتر السلام عليكم مع السلامه السلام عليكم مع السلامه اتغديت عشرة قهوه بتويتر يا رجال وين هو ليش بس سوالف ما بشيء وانا كمان رجال قايم من النوم السلام عليكم اظن هيرقدون شغل سبيس مساكم الله بالخير سبيس الحين اللهم صل وسلم والناس دارين مقفل والناس شايلين والناس خربان ما دريت راح يدور ليش تبغى ما دريت انه يتقفل والله ما وين فريق دعمك يسلموني طاقة اخبار الصدق دقيقة ارسل غير ما دخلت عليهم سيده سبيس ادور ما قلت درع مدور ريشه والله انا استغربت ما لقيته أرقد ربك تغطك نوم ولا شيء يا رجل تصدقون في مشكلة في المحلات ذا الحين محمد ناصر يا محمد ناصر حاول في الجدية تعش الحجاز احنا في تهام احنا هنا في دوار لا لا هذا ذاك الجمر أنا في بيشة الجمر ربي دراك في هذا الدواسر ويمين هنا الخج يا ولد والله عبد العزيز متغير يا ولد هل جابعك غضب أنا شاهد أنه متغير صدق من هو رجع جمع وليد اليوم ما جاء ما جاء ما لقى ما شفت سحيب حمد اليوم أو كلام عرفته ترى بذب والله ما عرفته من قريب يوم وقف هلوكس اللي واصل بعد الكرسي جاء ولا الرجال يوم وقف صلى الله عليه وسلم وسلم عليه يودي يوم عادي يوم سلمت عليه وتره ما بؤس الشهرة على طول والله الرجال غير الله الخير من أول عنده عادك برا ما بعده خلق سوي مشهور أبكر والله حسب شديم شو تشلوت وين وين حددت وجهزت الصاعدة بكرة بكرة بدك لو تاط ما علمكم بالموقع لما راح دعم تاط أبي له الطاعدة ها بكلم بكلم الناضج يجيب العشاء إن شاء الله تعشى زولب ربنا هذا راعي نسمي راعي رسمي لنا كل ليل عشاء عندك هذا الحين لا تفكر في الجلسة الحين فكر بالحد اللي بيجيك عندك كراسي ذا الحين ليه بس ايش كراسي جوا ها اكو والله بس بالله اقعد ترى مشترك انا حيت الصندوق من فرت معينته يا رجل بدي اروح لا دج يا ربع طلع يقول انفض ما في شنطتك كله بوه داخل الدولاب حط شنطتك فاضية فوق ايوه ليه صدق طيب عادي انت قلت في شنطتك طول الوقت ابو احنا معنا واحدين ومعهم اربع شنط اربع شنط انا بديو انا معي واحد انا اكبر من اللي كنت حملت اي والله اربع لا واحد والله احسوك حملك هذه بيه حط اليوم والله ما عليه ما عليه ما عليه زين الامور والله انقربت انا خير زين الامور يا رجال العمر خير ما عليك انا قاعد اتعلم بيجي احترام وبيجي مع انا شنطتي اذا حد فتحها فيه طينس عنوني هنا معها مسدس قفل لا لا معها مسدس قرينه قرينه تقطع اقل عينك ورجعني بالمد انا اللي عندي عصي باخذ منه واضح عاد يصيدك اسامع على طول لا انا حاط لي سيف ما جد حاط لي جني في الشنطه عند المعبس لا ربع تتفق يا ربع ما له رفيزه الا رفيزه اللي اعتقد من قريب ولا انت طيب اذا انا بتنزل روح لندن فقع عينك يقرص كذا خرق عيونك انا عندي فكره كل واحد يحط شنطته عقرب ايه تبحث بحث واحده بوحده لا لا ما زين لا والله كهرب
بو اشهد كهرب ولد اليابي معلقم مع ثوب ابيض الظاهر منه كل اللي بيلبس ثوب كله ما تصح لا دي في الموت ما ادري من هو لا بيلبس ثوبك وليد هو قول ثوب عشان بدي حاطيه على الغرب على الغرب يلا اشهد بعدين انت جايين في انا ما الكرسي ده ما اعرفه من دليل في ارض الواسع بحطه في الركبه والله انه هو نحطه في راشد تعال في السيب السيب اقسم بالله انا شاكر اللي راح يجي محمد ناصر استحى برا ما ادري شو يقول لك معي فرق على السرير يقول وناسه وناسه اي ما لقى البسط طلعني ما لقى السرير والبسط اللي عندي لك بعد بيعود الديره هذا تقام بكره يوم 90 يدفونه مع الباب يجي معود احنا طيب 90 يجي يوم واحد في الديره تطويف لا زي الطير الديره ها يا رجال الايام طوال لا هذا الحين ما عليك لا ايام طوال يا رجال في الماضي بكره جاء الطائري قام الرجال همجر همجر صوته وصاوه وانت عاشق قام الرجال يتصدد على الكاميرا يتواتر والله لا ادري يجيب هذاك اليوم اما انا شفته خارب صقعت بلد وسام انت لا شفته لا شفته مضيمين لا تقول شيء برا بس انه في السعوديه اذكر انها افرع له كثير كانت هذه سالفتنا يا طويل العمر قبل ثلاث سنين والله انا فاتحينها انا وربعي والله الوجبات دي تصير عندي ما اكلها نفسك كان انا والله اني نفسي ما شاء الله شنو الوجبات الدسمه هذه لا ما شاء الله الوجبات سريعه لا ندو خابرين اللهم لك الحمد قصدك شيء غير الناضج يعني الحمد لله لا اقول لك يعني اكل الوجبات السريعه ما توسع توسع الله يوسع عليكم والله انا ما والله عليك الناضج سندي وشات وكذا الله يجد عليهم انا والله ما اكل بعد ارحم والديهم وليتهم يعيدونا كل يوم ان شاء الله والله سندي وشات شفت والله بس سد عليهم ايه سريع تقصد اللي هناك انتخابك والله يا ابن قطر انا بعد والله كانت سريعه والله ما اكله ما ابد والله ما اكله تدري شاكل امس وشكل تدري شاكل امس يا ولد اللهم لك الحمد جرى ولا انت ترى اصمم ما بعد دكتور اصمم يا زين في 60 زين حزينه يا رجال انا يمنا بالدواد ما دبنا ما اتغدى سويت اني جاري شنطه ان شاء الله نسيتها شوف بدي بتجي والله اني بغيت اشتري ونسيت لا لا شنطه يا اخي حخبر شنطه حق لك هوا زين 60 مليون بتجيبها اي والله والله يا ولد جبت انت باقي بس لازم موجود عندك هناك بكره هو انا انتظر يفتح بكره تجي لازم تلجو كذا هذا حاربي بعد اتوقع تاخذ من النقاط ان ما خاب ظني تاخذ من النقاط عندي فلوس لها تاخذ من النقاط طيب معنا معهم شبكه عندهم شبكه لا معنا كاش ساحبين خالصين هم عندهم شبكه سجل لا انت برنامج سددهم معي ثلاث قروش انا معي ثلاث دراهم عندهم راح اشتري ما نصايح من عند المحلات وخلاص لا اللي بعتك النصايح كثر الله خيرهم عندهم فيزا كثر الله خير الناضج والله وعلى فكره ترى ما تغدى وتعشى بالدواد من الناضج حتى ابوي يوصيني هو عند المره راح يجيب من الناضج حتى فطور من الناضج ها فطورنا بعد تمام عشاء بكره بعد تمام نفس الناضج لا والله ما يبينا كرك بيروح شاحن غايبين شيطانه غايب وين رايح معنا جاي عراقي والله ساودا لونه ثقيل يا ولد عم الله عليكم انعم الله على والله الناضج الله غير خير الناضج الله يجود عليكم يا الناضج مكثر كثر الله خيرك يا الناضج عيال عيشة خلونا عيال اخر واحد يقوم يشيل معنا يا مال عافية يا الناضج بس جو حارتي بالمزرعة سبعة قطريين وقطريين ها شو يسوون؟ مش يسرون مزارع يعني قصد ملاك هي يشرون هناك اماراتيين كويتيين عرفت؟ نعم المنطقة هناك وش زي تربة سوريا عرفت؟ ها
وش ما زرعت طلع. اسمه دير اسمه القاعد. وش ما زرعت؟ احنا عندنا كعب العزاء الغزاء. افضل تربه لزراعه القصيم. الحسا يا رجل. لا. في تميز القصيم بس انه تربه حائل يقولون زي تربه سوريا بالضبط، المختصين يقولون عنها. ازين تربه تربه الحسا. الحسا للتمر. كل شيء. خاصة. لو انها كل شيء كان تلقاه البرتقال. عندنا وتلقى... البرتقال. خلنا اعلمك. كان تلقى اخوخ. تدري وش افضل دول الدول العربيه؟ الزراعه. الزين. وفلسطين تربة فلسطين الشام الشام تربتهم هذا يا طاري حايل والله قديت حايل والله يا مرحبا يجينا الله يرحمه الله يبغى يجي يحياك الله جانسين سيبيريا بيضة الهروج وش هي؟ مشتاء؟ هي انا الفترة الأخيرة قبل كم شهر الدنيا كلها قلبت بيضة هروج زين والصيف باردة آخر ما جيتها عام ادري إذا رحت سوريا أنت زي براد سوريا انا هذا منطقه جديده هنا خيانه ثمانية ليال معنا شايب ما هو بس خيبه راح ذي العمره حول الثمانين لكن نشيط ها ما شاء الله وحم الباقي الشباب حلو لا ترتيبه معانا المهم انت طاره وانت سوالف الله يدوم النعم ان شاء الله يحفظهم الزواج يوم قد عشان اطبخ ظني منشوله هني صح؟ منشوله هاي صح؟ قلنا الحلم ترى بيجيكم السيل شبابي يعني اي 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 والله تعد النجوم كرمهم الله وغناهم كرم الصالحين طول عمارهم كثر خيرهم يعني ميسر ان شاء الله ونجوم والله يسولفون شباب يمونون معه يا فلان انا تخرفت له معصب يوم قال ابو سولف سوالف قديمه ما شاء الله ما ادري ذاكرته قويه ما ادري ذاكرته ما ادري هو قاعد فاهم لا ما ادري هو خرف قاعد يلف سوالف انا اول مره اشوفه عرفت الو كان قال السيل بيجيكم السيل المهم قلنا عشان ابي خلاص يا رجال ولا بهل الخير من هال من هالحايل اللي لا لا لا, لا. خوي لك اخوي لنا من هالشرقيه ما عطوا كلام هذا والله ما خذينا ساعة 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 وكنا والله انك تعد النجوم والله صاريه السما صاريه خذينا ساعة ساعة بس وجينا شق من السما اقسم بالله ان نبي نلحق نشل اغراضنا تغرق من صوت صف قلبه هذا مطر الشمال والله العظيم والله ان يا الله نرفع الفرشات وقتها غرقه ونشل طيورنا عشان انا اذا رنقدها بيخلص انه ما نكبنا يا ونشله ونسري له زعلان قلت لكم قلتكم ونركب المواتر المرايات المساحات ما تلحق والله ما تلحق والله ما تلحق